أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة. نبدأ نشرتنا بتوقعات جوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء رطبة، ضباب خفيف متوقع 7 درجات مئوية فقط، الملموسة 4، الرطوبة مرتفعة 95%، والرياح تكون شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد: إربد 17-9، المفرق 14-5، جرش 16-9، وعجلون 15-5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء طقس غائم جزئي 16-5، البلقاء 15-5، عمان 14-5، والمأدبة 15-5، والبحر الميت 20-14. بالنسبة للمنطقة الجنوبية ستشهد انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة الليلية هذه المرة، معان 0 درجة مئوية فقط كحرارة دنيا، أما العظمى 14 درجة، الشبك درجة مئوية واحدة فقط كحرارة دنيا، أما العظمى 11 درجة مئوية، العقبة 22-14، الطفيلة 13-5، والكرك 12-4 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 16-6، الصفاوي 16-4، ورويشت 16-5. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.